البداية مما كشفه وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن نتائج زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، حيث أكد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزراء في بغداد أن القضايا السياسية والأمنية والإقليمية كانت مطروحة، إلا أن الجزء الأكبر كان مخصصاً للجوانب الاقتصادية. كانت هناك قضايا سياسية، ولكن مثل ما قلت النسبة الكبيرة من التفاهمات والنقاشات كانت حول العلاقات الاقتصادية. القضايا السياسية التي نوقشت كانت تتعلق بالحكومة الجديدة وسياسة الحكومة الجديدة برئاسة السيد محمد الشياع السوداني والسياسة الإصلاحية الاقتصادية وما هي أدوات السياسة الاقتصادية المتبعة وكيفية محاربة الفساد وماذا عن إرهابي داعش، كيف يتم التعامل مع إرهابي داعش وماذا عن العلاقات الأقليمية ودور العراق المهم كان دوما يقيم من قبل المسؤولين الأمريكيين، دور العراق المهم في هذه المجالات في مجال العلاقات الأقليمية وفي الواقع العلاقات الدولية.